السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف مع بعض ادوات في الريفيو ان انا اقيس. طيب اول حاجة ممكن استخدمها بوينت تو بوينت، اقدر اقيس من نقطة لنقطة اخرى عليكم مثلا بالشكل دوت من هنا لهنا، وهو بيكتب لي القياس قد ايه، المسافة قد ايه، وفي الاكس قد ايه، وفي الزد قد ايه. يعني لو خدنا مثلا من نقطة من هنا لهنا فهو بيقول لي المسافة من الزد للاكس قد ايه. طب من هنا لهنا مثلا هيبقى بقى يجيبها لي في الزد قد ايه، في الواي قد ايه، وفي الاكس قد ايه، والمسافة المستقيمة من هنا لهنا قد ايه. طيب ممكن اروح محولها لريد لاين، فراح هو عمل لي فيو بوينت، لان الحاجة دي في ال 3D لو حركتها هتختفي، فهو عمل لي فيو بوينت ورسم لي فيها الدايمنشن دوت. طيب ممكن اقول له دلوقتي لا انا عايز من نقطة لاكتر من نقطة، تمام. فراح ممكن مثلا اختار النقطة ديت من هنا مثلا لهنا، تمام، جاب لي اللي 2 متر و60 سنتي من هنا لهنا مثلا، من هنا لهنا. تقدر تقيس اكتر من نقطة ويقول لك المسافة قد ايه، وتقدر تحولها للريد لاين. ممكن تقول له بوينت لاين، يعني هبدأ اقيس 1 2 3، هو بقى يجيب لي مجموعهم كلهم 6 متر 7 متر 8 متر وهكذا. ممكن يكون عندك ماسورة وعايز تقيسها وهي في كذا قلب فيها او في كذا تغيير اتجاه. بعد كده ببدا اشوف الطول من هنا لهنا قد ايه، ومن هنا لهنا قد ايه، ومن هنا لهنا قد ايه. هو بيبدا يجيب لي مجموعهم كلهم حتى لو هم مش على مكملين مع بعض، يعني لو هو مش خط واحد. الانجل بيجيب لي الزاويه، فممكن مثلا اقول له الزاويه مثلا من هنا لهنا لهنا قد ايه، فيبدا يجيب لي الزاويه. هنا بيجيب لي الاريا، ببدا اعمل له اشوف الاريا دي من هنا لهنا قد ايه. تمام، جاب لي الاريا. هنا بقول له انا عايز اشوف في الاكس او في الواي او في الزد بس، يعني انا عايز اشوف مثلا الاكس من هنا لهنا. بص هو هنا بيقيس في الاكس بس، ايا كان النقطة اللي هدوسها هو بيجيب لي المسافة في الاكس قد ايه. ممكن اقول له لا ده انا عايز بس في الواي، ايا كان الحاجة اللي بتعملها هو بيجيب لي الرقم اللي في الواي بس. طيب دلوقتي عايزين نشوف اداة في الريفيو، الا وهي شورت ديستنس. شورت ديستنس بيقول لي المسافة من عنصرين، تمام. ممكن يكون العنصرين مش منتظمين، فهو بيشوف اقرب مسافة بينهم ويقول لي عليها. يعني عملت سيلكت على العنصر ده والعنصر ده، اقول له شورت ديستنس، هو يبدا يدرس اقصر مسافة ويقول لي قد ايه. طيب خلينا دلوقتي انا عايز اعمل على البايب، اقول له هوم واقول له سيلكشن تري، عايز الغي الوول وعايز الغي السبيس. الوول كله عملت له هايت، السبيس بقى ممكن اعمل سيلكت على الجزء دوت كل السبيس، هقول له هايت، فيبدا معايا الشكل اهوت. طيب عايز اقول له مثلا هات لي المسافة من عنصرين مثلا 2 باي مثلا، او التكييف ده مع التكييف ده، تمام. اعلم عليهم كده واجي هنا في الريفيو واقول له ايه شورت ديستنيس، هو يبدا يدرس لي ويقول لي اقصر مسافة بين الاتنين.